بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهارده على السوبر رينال فيلير او بعنوان اخر الاديسونز ديزيز، ولكن العنوان الاشمل طبعا السوبر رينال فيلير. بالنسبه من العنوان كده، سوبر رينال فيلير معناها ان السوبر رينال جلاند ما عادش شغاله، فيها مشكله. تمام، عندي ثلاث انواع. بيبقى عندي اول حاجه برايمري هايبو ادرينيليزم وسكندري وتيرشري. تمام، لما في برضو بالنسبه للاندوكراين كله، اما اجي اتكلم على ان الحاجه برايمري معناها طالعه من الجلاند نفسها المسؤوله عن افراز الايه الهرمون اللي هو فيه نقص او زياده او ايا كان يعني. فانا هنا برايمري عندي مشكله في الادرينال جلاند نفسها، فبالتالي وده هو اللي احنا بنسميه الاديسونز ديزيز. يعني كلمه الاديسونز ديزيز مش خاصه بالسوبر رينال فيلير ككل او كتوتال، لا هي خاصه بس بالبرايمري هايبو ادرينيليزم. فهنا بيبقى الاديسونز ديزيز عندي مشكله في السوبر رينال جلاند نفسها، فبيبقى في ديفيشنسي في الكورتكس هرمون، ومشكله كمان في المضله. تمام، تاني حاجه اللي هي السكندري هايبو ادرينالزم، دي برضو عندي مشكله نقص في الكورتيكال هرمون مثلا، ولكن المشكله هنا جايه منين؟ جايه ان انا عندي ديفكت في البيتيوتري جلاند والاي سي تي اتش، ده السكندري. التيرشري بقى لمستوى اعلى شويه، ان انا عندي مشكله في الهايبوثالامس والسي ار اتش اللي هو عباره عن الايه الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. فيبقى انا بتكلم على السوبر رينال فيلير، وقلت ان انا عندي منها ثلاث انواع برايمري وسكندري وتيرشري. برايمري يعني المشكله في الجلاند نفسها اللي هي طالعه من المشكله طالعه من السوبر رينال جلاند نفسها فيها حاجه، ودي اللي احنا بنسميها الاديسونز ديزيز. السكندري المشكله في الهرمون اللي بيجي يعمل ستيميليشن للادرينال كورتكس عشان تريليز الهرمونات اللي كونتها الا وهو الاي سي تي اتش، في عندي مشكله في البيتيوتري. التيرشري المشكله في الهرمون اللي بيحفز البيتيوتري عشان تطلع الاي سي تي اتش الا هو الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون اللي بيطلع من الهايبوثالامس. تمام، بعد كده لو جينا نتكلم على الاسباب بتاع الاديسونز ديزيز بقى، هي ايه الاسباب البرايمري هايبو ادرينالزم اللي هو ايه المشاكل اللي ممكن تؤدي ان السوبر رينال جلاند يبقى فيها مشكله ما لهاش اي علاقه بالبيتيوتري ولا ليها علاقه بالايه بالهايبوثالامس. تمام، فالكوزز اوف الاديسونز ديزيز انا ممكن اقسمها عشان تتحفظ بطريقه سهله، ل حاجه مصابه عادتني، يعني حاجه مصابه عدد اللي هي الادرينال جلاند، واسباب خاصه بالمريض. يعني كنت اقسمه كده عشان تحفظه بسرعه. فلو قلنا حاجه مصابه عادتني، ايه ممكن؟ التي بي اوف الادرينال جلاند، كان عندي تي بي مثلا بدا بتي بي في اللنج وراح وانتشر وعمل من كده راح لفين؟ للادرينال جلاند. تمام، ثاني حاجه ان حصل انفيلتريشن فروم هيموكروماتوزس، كان عندي هيموكروماتوزس في حته راح عمل انفيلتريشن وانتشر لحد ما وصل للادرينال جلاند. ثالث حاجه الميتاستاسيس من ايه؟ من تيومر. تمام، ميتاستاسيس كده كان تيومر في حته في مكان معين راح عمل ميتاستاسيس للايه للادرينال جلاند، فبالتالي هي ايه عمل لي اديسونز ديزيز او برايمري هايبو ادرينالزم. فدي معناها دي الاول اسباب اللي هي حاجه مصابه عادتني. الحاجه المصابه دي لا اما تي بي لا اما هيموكروماتوزس لا اما تيبركلوزس، فانفيلتريشن قصدي بالتيومرز. تي بي عمل لي برضو عداني، يعني انفيكشن بتي بي للادرينال جلاند، لا اما انفيلتريشن من هيموكروماتوزس لا اما انفيلتريشن من تيومر. تمام، اسباب خاصه بالمريض، يعني في المريض عنده هو مشكله معينه هي اللي سببت في تعب الايه الادرينال جلاند. ازاي؟ اوتو اميون ديزيز مثلا، هو عنده انتي بودي ضد الادرينال كورتكس او الادرينال جلاند عموما، راحت هجمت الادرينال جلاند وبوظتها، فبالتالي بقى عنده ايه سوبر رينال فيلير، او هو شال اصلا الادرينال جلاند سيرجيكال ريموفال. تمام، او دراج انديوز، دراج انديوز بسبب يعني بسبب دراج معين حصل له الاديسون ديزيز، او في دراج معين راح اذى الادرينال جلاند فبالتالي ما عادتش قادره تقوم بوظيفتها، شبه الايه الكيتوكونازول. تمام، فدي عشان نحفظهم بسهوله. وممكن بقى هيبقى عندنا كام حاجه نحفظها، يعني اللي هي عباره عن الايه الجلاندولار هيموريدج، في ايه يعني حصل هيموريدج في الجلاند نفسها زي حالات الايه المينينجوكوكال مينينجايتس، وبس يعني دي كده تعتبر الايه الاسباب بتاعه الاديسونز ديزيز عشان نحفظهم بسهوله يعني. فلو عدنا تاني كده واللي احنا قلناه عشان يبقى سهل، احنا بنتكلم على سوبر رينال فيلير واتكلمنا عليها كديفينيشن، او من الاخر يعني قسمناها الانواع برايمري وسكندري وتيرشري، وقلنا ان البرايمري ده المشكله في الجلاند نفسها في الادرينال جلاند نفسها. السكندري عندي مشكله في الهرمون اللي بيروح يحفز الجلاند الا هو الاي سي تي اتش، يبقى المشكله في البيتيوتري. التيرشري عندي مشكله في الهرمون اللي بيحفز البيتيوتري عشان تطلع الهرمون اللي يروح يحفز الادرينال، وده بيبقى المشكله في الهايبوثالامس. تمام، تمام. بعد كده بدانا نتكلم على الكوزز بتاع الاديسونز، قلنا الاديسونز ديزيز ده خاص بس بالبرايمري، معناها ان عندي مشكله في الادرينال جلاند نفسها، مش ولا الهرمون اللي بيحفزها ولا الهرمون اللي بيحفز البيتيوتري. تمام، فلما تفكر كده ايه اللي ممكن يصيب الادرينال جلاند، ممكن مثلا يبقى عندي اوتوميون ديزيز يهاجمها، ممكن مثلا حصل لها انفيلتريشن بتيومر، حصل لها انفيلتريشن بتاع دوام بهيموكروماتوزس، حصل لها تي بي، حصل فيها هيموريدج مثلا جلاندولار هيموريدج، شلتها اصلا خالص عملت لها سيرجيكال ريموفال، دراج دخل يزيها شبه الكيتوكينازول. فدي كلها الاسباب اللي ايه اللي ممكن تؤدي للادسونز ديزيز او البرايمري هايبو ادرينالزم. بعد كده هنتكلم على السكندري هايبو ادرينالزم، وده اللي احنا قلنا عندي المشكله في الايه في الاي سي تي اتش اللي هو الهرمون اللي بيروح يحفز الادرينال كورتكس عشان تطلع الكورتيزون ويطلع الايه الالدوستيرون وكده. تمام، طبعا في نقطه ما نوهناش عليها، ان السوبر رينال فيلير دي بيبقى عندي نقص في الكورتيزون والالدوستيرون
مش زي الكوشنج ان انا كانت عندي المشكله فقط في الكورتيزون. فدي نقطه لازم نركز عليها، ان انا هنا حتى لما اجي اشوف الاعراض والسيمتومز والكلينيكال بيكتشر هلاقي اعراض نقص الكورتيزون واعراض نقص الالدوستيرون كمان معايا، عشان انا الفكره ان انا الكورتكس كلها انضرت. يعني في الكوشنج كان في اسباب ان انا يبقى عندي زياده في افراز الكورتيزون، لكن هنا انا الغده كلها انضرت، فبالتالي الهرمونات اللي هي بتطلعها كان ده الالدوستيرون او كورتيزون الاثنين اتاثروا. نكمل اسباب بقى السكندري هايبو ادرينالزم. عندنا قلنا ان السكندري ده الاسباب بتاعته بتبقى بسبب نقص الاي سي تي اتش، معناها ان انا عندي مشكله في البيتيوتري، فبالتالي الاسباب كلها هتبقى متعلقه بالبيتيوتري، ان انا في حاجه مثلا حصل في البيتيوتري فما عدتش قادره اطلع الاي سي تي اتش. زي ايه؟ زي الشيهانز سيندروم. ده بيبقى عباره عن بيتيوتري انفاركشن ديو تو بوست بارتيوم هيموريدج. البوست بارتيوم هيموريدج ده اللي هو نزيف ما بعد الولاده، تمام؟ ممكن يحصل البيتيوتري يحصل فيها انفاركشن. انفاركشن دي معناها ان يعني احنا حتى بنقول مايوكارديال انفاركشن، معناها ان في جزء مثلا من عضله القلب مات. فهنا برضو نفس فكرة ان في جزء تيشو كده من البيتيوتري مات، او فبالتالي اثر على الافرازات بتاعه البيتيوتري، فبالتالي الاي سي تي اتش ما عادش بيطلع بكميه كافيه. فدي بنسميها الايه؟ بنسميها الشيهانز سيندروم. الشيهانز سيندروم دي مهم ان احنا نعرف هي ايه الام سي كيو، لكن ممكن نحفظها كاسم بس لو هيبقى انيوميريشن يعني. بعد كده في بيتيوتري اكسيشن برضو، ان انا مثلا شلت جزء من البيتيوتري، او بيتيوتري ايراديشن، كان مثلا عندي تيومر في البيتيوتري ولا حاجه وعملت لها ايراديشن علاج بالاشعاع، فبالتالي ده اثر برضو على الوظيفه بتاعتها فما عادش اقدر اطلع اي سي تي اتش بكميه كافيه. بيتيوتري جرانيلوما او بيتيوتري تيوبركلوزز اند بيتيوتري تيومرز، برضو ان لو في تيومر او جرانيلوما برضو اللي هي عباره عن بيناين تيومر برضو او تيوبركلوزز، ده في لو في اي مشكله يعني في البيتيوتري ان كان تيوبركلوز او تيومر برضو ممكن ياثر على الفانكشن بتاعها. يبقى تاني السكندري قلنا المشكله كلها في البيتيوتري. اللي ممكن يجي لي ام سي كيو في النقط دي ان هو مثلا يقول لي ايه الشيهانز سيندروم دي عباره عن ايه. نعرف ان الشيهانز سيندروم دي معناها ان حصل فيه بيتيوتري انفاركشن ديو تو بوست بارتيوم هيموريدج، تمام؟ بعد كده الاسباب الثانيه ان انا ايه اي مشكله بقى حصلت في البيتيوتري، شلت منها جزء مثلا بيتيوتري اكسيشن، حصل لها تيومر مثلا فهي فيها تيومر مثلا او جرانيولوما، اتصابت بتي بي تيوبركلوزز، عملت لها اشعاع راديشن، يعني اسباب كلها ممكن نجيبها حتى لو مش حافظين يعني. بعد كده هنتكلم على الكلينيكال بيكتشر، واللي انا نويت عليه قبل كده ان انا قلت ان السوبر رينال فيلير دي معناها ان انا عندي نقص فيه الاثنين الكورتيزون والالدوستيرون، فبالتالي لما اجي اتكلم على الكلينيكال بيكتشر هتبقى اعراض الاثنين مع بعض، نقص الكورتيزول ونقص الالدوستيرون. فهنبدا نتكلم على اول حاجه هي الهايبوتنشن، تمام؟ عشان نحفظها برضو، انا دايما بحب حاجه عشان نحفظها تبقى يعني نسكمها بحاجه او نحط نرتبها في دماغنا يعني بطريقه كويسه بحيث اننا نفتكرها كويس في الامتحان. عندي اول حاجه هتكلم على مثلا اما باجي اتكلم مثلا على مرض دايما لازم اقول الفايتال ساينز زي ما بنقول كده، البلس مثلا، البلد بريشر، الشوجر، البلد جلوكوز ليفل، الاي بي جي مثلا اللي هي الارتيريال بلد جازز. فدي كده الحاجات اللي انا هتكلم عليها في الاول، نرتبها كده اللي هي مثلا الحاجات اللي هي الفايتال ساينز مثلا اللي انا هشوفها في مريض، فبالتالي دي اول حاجه هذكرها في الكلينيكال بيكتشر. هتكلم اول حاجه على مثلا البلس او يعني عدد ضربات القلب. عندي اول حاجه تاكي كارديا. تاكي كارديا ليه؟ سببها بسبب ان انا عندي هايبوتنشن. طيب ليه بيحصل عندي هايبوتنشن؟ اللي كان مسؤول عن ان انا احافظ على الضغط، حتى لما كنا بنقول في الكوشنج ان احنا عندنا بيحصل هايبرتنشن بسبب زياده الكورتيزون وان هو بيزود السنسيتيفيتي بتاعه الايه البلد فيزلز للايه للبيتا ادرينرجيك للبيتا ادرينرجيك، صح؟ تمام. فبالتالي انا هنا عندي العكس بقى، ان انا بقيت بقلل السنسيتيفيتي للبيتا ادرينرجيك، فبالتالي بقى بيحصل هايبوتنشن. فاول حاجه هيحصل عندي هايبوتنشن، تمام؟ تمام. ثاني حاجه ان يحصل مع الهايبوتنشن دايما بيبقى فيه كده يعني كرد فعل من الجسم ان انا بعمل تاكي كارديا بحيث ان القلب يضخ دم اكتر حتى يعني احاول اظبط الايه الضغط تاني. فبالتالي عندي اول حاجه هايبوتنشن، مع الهايبوتنشن بيبقى على طول في تاكي كارديا، تمام؟ تمام. لو رجعنا للهايبوتنشن بس، ان هو بيقول لي ايه ان هو ممكن يبقى بوستشرال هايبوتنشن، ان هو يعني مثلا الشخص لما يجي يغير الوضع بتاعه او البوستشر بتاعه هو ده اللي بيعمل هايبوتنشن، تمام؟ او ممكن فبالتالي ممكن يعملوا سينكوب اللي هو الاغماء، او ريزيستنت هايبوتنشن، يعني هو ممكن يبقى نوعين. يعني من الاخر بيقول ان الهايبوتنشن ده ممكن يبقى بوستشرال بس اللي هو مرتبط بتغيير الوضع بتاعي، او ممكن يبقى موجود في دايما بشكل دائم ان انا عندي هايبوتنشن على طول. فاحنا قلنا اول حاجه هو الهايبوتنشن، ومع الهايبوتنشن دايما بيبقى فيه تاكي كارديا، تمام. بعد كده لو جينا بقى للايه للحاجات الثانيه، قلنا ادي قلنا الايه البلد بريشر وادي قلنا البلس. طيب لو اتكلمت على الاي بي جي هيبقى عندي ايه ميتابوليك اسيدوزز ويز رابيد ديب بريسنج. طيب ليه ميتابوليك اسيدوزز؟ لو رجعنا بقى ان انا قلت ان انا عندي ايه نقص في الالدوستيرون، الالدوستيرون كان بيساعد في ان
السكريشن بتاع الهيدروجين اين. لكن انا دلوقتي بقى عندي هايبو الدوسترونيزم، عندي نقص في الالدوسترون، فبالتالي السكريشن بتاع الهيدروجين اين هيقل، فبالتالي انا بقى عندي دلوقتي اسيدوزس، فانا عايزه اخلص منه، فهيعمل لي ديب بريسنج، وهيبقى عندي ميتابوليك اسيدوزس بسبب نقص، بسبب زياده الهيدروجين اين في الدم. طيب بعد كده لو جينا بقى الاعراض اللي انا المريض هيجي يشتكي منها، هيجي يشتكي لي من ابدومينال بين ودايريا. طيب ليه هيجي يشتكي لي من ابدومينال بين ودايريا؟ معروف ان ده برده يعني نرجعه للالدوستيرون مش الكورتيزون، المعروف ان الالدوستيرون بيزود الري ابزوربشن بتاع الصوديوم، وبيزود الاكسكريشن بتاع البوتاسيوم. فانا عندي نقص في الالدوستيرون، فالبوتاسيوم عمال يتخزن جوه الجسم، البوتاسيوم ده خطر جدا جدا على القلب، وممكن يدخلني في فيتال اريزميا والشخص يموت مني. فالجسم لازم يعمل ايه؟ اي ميكانيزم عشان يتخلص من البوتاسيوم الكتير الزايد عندي ده. فبيعمل ايه؟ بيحصل دايريا، دايريا يقوم نزل كتير كتير، بحس ان هو يحاول يتخلص من البوتاسيوم طالما مش قادر يعمل له ايه؟ اكسكريشن تاني. طيب الاعراض اللي بعد كده لما جينا برضو ايه قلنا هنشوف الايه البلاد جلوكوز ليفل، هنلاقي ان انا عندي هايبوجلايسيميا. طيب ده يعني بنرجعه لمين؟ بنرجعه للكورتيزون. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا قبل كده في الكوشنج ان الكورتيزون بيبقى مسؤول عن ان هو يزود الجلوكونيوجينيسيس في الليفر، صح؟ فبالتالي انا ما عدتش قادر اصنع جلوكوز ولا قادر اعمل جلوكونيوجينيسيس في الليفر، فبالتالي هيحصل عندي ايه؟ الهايبوجلايسيميا. طيب هو بيبقى بيقول لك مينلي فاستنج، ولكن ممكن يبقى بوست برانديال. طبعا حوار فاستنج ان هو مينلي فاستنج دي مهمه للام سي كيو، ان انا بلاقي ان الهايبوجلايسيميا اكتر في يعني في المعظم بتبقى في الفاستنج. طيب ليه؟ بالعقل كده، انا بوست برانديال انا اصلا عندي جلوكوز من بره، فالادرينال جلاند مثلا ما لهاش علاقه بتكسير الجلوكوز، الهرمونات اللي طالعه ما لهاش علاقه قوي بتكسير الجلوكوز، ولكنها ليها علاقه، الكورتيزون زي ما قلنا بيعمل ايه جلوكونيوجينيسيس في الليفر، ليها علاقه بتصنيع الايه الجلوكوز في الليفر. وانا ما بصنعش الجلوكوز الا لما ابقى اصلا محتاجه جلوكوز، يعني انا مش ما عنديش جلوكوز في الجسم او ما عنديش جلوكوز من بره فمحتاجه اصنعه من جوايا انا. فبالتالي انا طالما انا في الفاستنج ومحتاجه اصنع جلوكوز، بس انا ما عنديش الكورتيزون اللي بيروح يحفز الليفر عشان يصنع الجلوكوز، فبالتالي هيحصل عندي هايبوجلايسيميا. بقى الحاجه اللي العيان هيجي يشتكي منها وانا هشوفها كساين يعني في العيان، دي مهمه جدا جدا جدا، وتقريبا دي حتى في العملي، ودي الحاجه اللي هشوفها. يعني انا مثلا جالي شخص عنده هايبوجلايسيميا، عنده هايبرتنشن، مش عارفه ايه، انا مش هشك ان هو او اكيد مش اول حاجه هتيجي في دماغي ان هو عنده اديسونز ديزيز مثلا او عنده ادرينال فيلير، لا. بس في حاجه بقى مهمه قوي قوي ومميزه للاديسونز ديزيز بتخليني لو لقيت الحاجات دي مرتبطه مع شخص عنده العلامه دي اقول كده ان ده الشخص ده عنده اديسونز ديزيز، الا وهي ايه؟ الا هي السكن اند الماوس بيجمنتيشن. النقطه دي مهمه جدا، يعني حتى في العملي اما تيجي تشوفوها الصوره، لو جالك شخص عنده سكن مثلا وماوس بيجمنتيشن هتقولي ان ده اديسون او ادرينال فيلير. يعني ده بيبقى سببه ايه؟ بسبب نقص الكورتيزول وزياده الاي سي تي اتش. الاي سي تي اتش طبعا انا لما بينقص الكورتيزول ده احنا بنتكلم على الاديسون اللي هو برايمري هايبو ادرينالزم، ان انا عندي نقص في الكورتيزول بس الاي سي تي اتش مظبوط. فبالتالي لما بيقل الكورتيزون او بيقل الادرينال سيكريشن، الاي سي تي اتش بيزيد على امل ان هو ايه، يعني فاكر ان الادرينال جلاند شغاله على امل ان هو يزود لها الوظيفه بتاعتها وانها تشتغل كويس، فبيروح يزيد الاي سي تي اتش، يزيد الاي سي تي اتش. زياده الاي سي تي اتش دي بقى بتروح تعمل ستيميليشن للميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، او الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون ده اللي بيسبب ان يحصل بيجمنتيشن. فالسبب كله ان انا ناقص الكورتيزون زود الاي سي تي اتش، الاي سي تي اتش ده راح للميلانوسايت ستيميليتنج هرمون وقال له ايه زود لي بيجمنتيشن، يعني اللي هو الميلانوسايت ده مسؤول اصلا عن اللون بتاع البشره بتاعنا. تمام، طيب احنا كده خلصنا الاول الديفينيشن او من الاخر يعني التقسيمات بتاعته اللي هي البرايمري والسكندري والتيرشري، وعرفنا سبب كل واحد فيها ايه. تاني حاجه بدانا نتكلم على الكوزز بتاعتنا والاسباب اللي ممكن تسبب، واتكلمنا ان الكوزز بنقسمها على حسب هو برايمري ولا سكندري، وبعد كده بدانا نتكلم على الكلينيكال بيكتشر، وقلنا ان هي معتمده على اني ابقى عارفه ان الاديسونز ديزيز عباره عن نقص في حاجتين اتنين، الا وهو الكورتيزول والالدوستيرون، وعلى اساسه هجيب الاعراض بتاعتي. وقلنا ان هي السكيما اللي هتفكرنا بيها فايتال ساينز اللي هي ايه، بلاد بريشر، بالس، بلاد جلوكوز ليفل، اي بي جي، ده هيجيب معظم الانفستيشن. هيبقى اهم نقطه وساين هشوف فيها العيان الا وهي السكين بيجمنتيشن، ودي نثبتها في دماغنا زي ما كنا مثلا في الكاشنج، مثلا في الكوشنج سيندروم كنا بنقول ان انا عندي ساعه ما اقول مثلا مون فيس، بافالو هامب، ستراي روبيا كان ده بنقول كوشنج على طول، هنا سكين بيجمنتيشن يعني في الاديسونز سكين بيجمنتيشن. تمام، مع في نقطه صحيح نسيناها الا وهي السولت كريفنج. السولت كريفنج دي معناها ان الشخص بيبقى عايز بيشتهي الاملاح، ان هو عايز ياكل حاجات حادقه دايما، حاسس ان هو محتاج املاح دايما. تمام هندخل بقى على الانفستيجيشنز، ايه هي الانفستيجيشن اللي انا هطلبها من العيان علشان اتاكد ان هو عنده اديسونز ديزيز. تمام، اول حاجه عندي طبعا انا قلت ان انا عندي نقص في الالدوستيرون وعندي نقص في الكورتيزون، ده في البرايمري. تمام، السكندري لازم اشوف الاي سي تي اتش. تمام، التيرشري ممكن بقى ايه اللي هو اشوف الـ بتاع الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، بس ده يعني نادرا اصلا ما بيحصل ونادرا ما بندور عليه. فهنتكلم على الحاجات الثانيه اللي هي المهمه اللي هي الكورتيزون والاي سي تي اتش. الالدوستيرون انا مش بقدر اشوفه او اعمله تحليل يعني بشكل واضح، انا ممكن مثلا اعمل البوتاسيوم اشوف نسبه البوتاسيوم في الدم والصوديوم كده، بس برضو يعني بيساعدني في الدايجنوزس ولكنه مش حاجه اكيده يعني. فتمام، تعال نتكلم على الانفستيجيشن. اول حاجه هي عباره عن المورنينج سيروم كورتيزول. لما لو لقيت المورنينج سيروم كورتيزول اقل من 5 ملي
اقل من 5 مايكرو جرام بير دي سيليتر، ده معناه ان الكورتيزون ناقص. وليه بعملهم وارنينج؟ لان لو نتذكر من الفيديو ان الكورتيزون كان الافراز بتاعه بيبقى اكتر حاجه في الصباح، لان احنا زي ما بنسمي الكورتيزون ده اللي هو عباره عن الهرمون اوف ستريس، فهو يعني اللي بيساعدك في او في الاوقات الصعبه من الاخر يعني. فبالتالي هو بيبقى اكتر حاجه في الصبح لما انت بقى لسه رايح شغلك وكده. بعد كده اليورينري كورتيزول ميتابولايتس، بشوف بقى الايه الكميه الميتابولايتس اللي بتطلع يعني عشان اشوف في كورتيزون كفايه بيتكون ولا لا. ده ما بشوفش كميه الكورتيزون اللي بيحصل له سيكريشن، يعني المورنينج سيروم كورتيزول بشوف الكورتيزول اللي في الدم وطلع قد ايه. اليورينري كورتيزول ميتابولايتس انا ما بفرشش، ما بطلعش، ما بعملش اكسكريشن للكورتيزون، ولكن انا بعمل اكسكريشن للميتابولايت، وعلى كميه الميتابولايت اللي طلع بعرف انا طلعت قد ايه. فبشوف مين بالظبط في الميتابولايت مين ده، خاصه الايه 17 هيدروكسي كورتيكوستيرويدز. مهم طبعا نعرف ايه بالظبط اللي انا اشوفه في اليورينري كورتيزول ميتابوليزم عشان الام سي كيو. طبعا بلاقي له عشان انا ما بصنعش كميه كفايه. التستات بقى بتاعت الاي سي تي اتش ده في حالات السكندري بقى، ان انا عندي هعرف عشان اعرف افرق اصلا هو برايمري المشكله في الادرينال جلاند نفسها ولا سكندري المشكله طالعه من البيتيوتري والاي سي تي اتش. طيب هعمل ايه؟ بلاقي ان انا طبعا في البرايمري هلاقيه انكريزد. ليه؟ لان انا ما عنديش كورتيزون بيتكون والادرينال جلاند تعبانه، فالاي سي تي اتش فاكر ان الايه ان انا عندي نقص في الكورتيزون وان الادرينال جلاند شغاله حلو، فعمال يطلع يزيد 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 على امل ان هو يعمل ستيميوليشن للادرينال جلاند زي ما قلنا قبل كده. ولكن في حالات السكندري انا قلت اصلا ان انا عندي مشكله اصلا في البيتيوتري فهيبقى ناقص. تمام، دي برده مهمه كام سي كيو، يعني ممكن يقول لي الايه او يعني تغيرات مش تجري خالص، هي مهمه للام سي كيو، يعني ان هو مثلا يقول لي في البرايمري مثلا الاي سي تي اتش بيبقى زايد ولا ناقص، وفي السكندري بيبقى زايد ولا ناقص. بعد كده هنعمل حاجه اسمها الاي سي تي اتش ستيميوليشن تيست، كنا قلناه برده في الكوشنج. السيناكسين تيست ده او اللي هو الاي سي تي اتش ستيميوليشن تيست بنعمله ازاي؟ السيناكسين ده عباره عن بيولوجيكالي اكتيف اي سي تي اتش، بدي الاي سي تي اتش ده اي ام للعيان تمام، وبعد كده بقيس البلازما كورتيزول والبلازما اي سي تي اتش. تمام، طيب عند ايه؟ عند 0 و 30 و 60 دقيقه، يعني ساعه ما بحقن الاي سي تي اتش او السيناكسين ده بشوف بقيس. تاني حاجه بعد نص ساعه بشوف، بعد ساعه بشوف برده. تمام، فالطبيعي بيقول لي ان البلاد كورتيزول بعد ما بحقن الاي سي تي اتش المفروض يبقى اكتر من 18 ل 20 مايكرو جرام بير ديسيليتر. النقطه دي مهمه كام سي كيو، الرقم ده مهم للام سي كيو. في النورمال بيرسون ده لو الشخص الادرينال جلاند بتاعته طبيعي شغاله، الاي سي تي اتش هقوم اديها له هيروح يعمل ستيميليشن للادرينال جلاند فتزود الكورتيزون، فالطبيعي ان انا هلاقيه زايد اكتر من ايه، من 18 ل 20 مايكرو جرام بير ديسيليتر. طيب لو شخص عنده اصلا مشكله في الادرينال جلاند هلاقيه نوت افكتد، مش هيتاثر لان انا الادرينال جلاند اصلا مش شغاله، فبالتالي مهما اداتيني اي سي تي اتش فخلاص مش هقدر اصنع. لكن في حالات السكندري انا اصلا المشكله كانت عندي في الاي سي تي اتش، فانت اداتيني الناقص عندي، فبالتالي هي ايه هيحفز الادرينال كورتكس او الادرينال جلاند وتطلع الايه الكورتيزون. فده كان الاي سي تي اتش ستيميليشن تيست. يبقى تاني ايه الانفستيجيشن لحد دلوقتي اللي انا قلناها؟ قلت اول حاجه واسهل حاجه ان انا اقيس الايه مورنينج ايه سيروم كورتيزول، هقيس الكورتيزول في الدم في الصبح كده هلاقيه المفروض ان هو لو لقيته اقل من 5 مايكرو جرام بير ديسيليتر يبقى انا كده خلاص عرفت ان انا اديسونز ديزيز. تمام، تاني حاجه هقيس الايه يعني انا كده شفت الكورتيزون بنفسه في الدم. بعد كده طب انا عايز اعمل حاجه يورينري تيست، ايه بقى اليورينري تيست اللي انا ممكن اشوفه؟ ان انا اشوف الميتابولايتس، لان ما طلعش الكورتيزون ما بعملوش اكسكريشن في اليورين، فهشوف الميتابولايتس بتاعته اللي هي 7 هيدروكسي كورتيكوسترويد، هشوف لو لقيتها قليله يبقى انا برده دخلت ايه في بتاع ده هو سوبر رينال فيلير. طيب هشوف بقى ايه الاي سي تي اتش، وقلنا ان الاي سي تي اتش بقيسه الاول، فهقيسه في الدم الاول هشوفه ان هو في البرايمري هيبقى زايد، ولكن في السكندري هيبقى قليل. تمام تمام، بعد كده الاي سي تي اتش ستيميوليشن تيست، وقلنا ان انا هحقن لحد اي سي تي اتش اي ام، وبعد كده اقيس الكورتيزول في الدم في السيروم كورتيزول يعني عند 0 و30 و60 دقيقه واشوف كده. المفروض ان هو لو لقيته ازيد من 18 ل 20 مايكرو جرام بير ديسيليتر يبقى ده شخص نورمال، لو لقيته ما تاثرش يبقى انا دلوقتي الادرينال جلاند فيها ديفكت فيبقى ده برايمري ادرينال فيلير، لكن لو لقيته ان هو زاد يبقى انا كده ده عباره عن سكندري. تمام، طيب تعال نتكلم بقى على بقيه الانفستيجيشن. بيقول تشيك فور ذا كوز، انا عايز اعرف السبب، يعني انا كده زي برضو ما كنا بنتكلم في الكوشنج ان انا قلت ان عندي شويه انفستيجيشن بتعرفني هل في اصلا كوشنج ولا لا. هنا برضو دي الانفستيجيشن قبل كده كانت بتعرفني هل في اديسونز ديزيز او سوبر رينال فيلير ولا لا. تمام، وكان برضو ممكن الاي سي تي اتش ستيميوليشن تيست يعرفني برضو اذا كان برايمري ولا سكندري يعني. لكن بعد كده بقى انا هدور على الكوزز بتاعتي، انا عايز اعرف طيب انا عرفت مثلا ان هو برايمري او سكندري او كده المشكله في البيتري، طب انا عايز اعرف ايه المشكله بالظبط، يعني المشكله ايه بالظبط في الادرينال من المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها، المشكله ايه بالظبط في اللي هو البيتري في المشاكل اللي احنا قلنا عليها. تمام، فهي دي اللي هنعملها زي مثلا انتي ادرينال انتي بودي، بشوف انتي ادرينال انتي بودي عشان اشوف هل هو اوتو ميون ديزيز ولا حاجه، اعمل اكس راي طبعا ابدومين عشان اشوف هل في سوبر رينال كالسيفيكيشن بسبب التوبركلوزز، اعمل سي تي وام ار اي للابدومين برضو عشان اعرف هل في سوبر رينال سكندريز مثلا جالها ميتاستاسيس او كده من تيومر. الحاجات دي طبعا مهمه جدا الام سي كيو، لو قال لي مثلا الاكس راي دايما
عموما يعني في الطب كله هتلاقي ان الاكس راي دايما مرتبط عندي بالكالسيفيكيشن، والكالسيفيكيشن مرتبط بالتوبركلوسس، يعني عشان برضو ايه لو جات لي في الام اس كيو ونسيناها مثلا فانا اعرف ان الاكس راي يبقى ادور على كالسيفيكيشن، كالسيفيكيشن توبركلوسس. السي تي والام ار اي بيبينوا لي الحاجات السوفت التشو، فالسوفت ده ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى متاستس من تيومر صح. تمام، بعمل بقى ام ار اي برين عشان ايه، عشان اشوف البيتيوتري، لو انا عرفت ان هي سكندري اشوف برضو هل في بيتيوتري تيومر زي ما قلنا ولا جرانيولوما ولا ايه بالظبط، ولا برضو كان فيها توبركلوسس. بعد كده دي كانت التشيك فور الايه الكوز. يبقى انا قلنا الكوز ان انا اول حاجه هعمل انتي ادرينال انتي بودي عشان استبعد الاوتو اميون، هعمل اكس راي عشان استبعد ان انا عندي كالسيفيكيشن بسبب التوبركلوسس، هعمل سي تي وام ار اي عشان استبعد ان في تيشو او سوفت تيشو اللي هو عباره عن ايه، عشان استبعد ان في تيومر او سكندريز، الام ار اي برين عشان استبعد ان انا عندي برين ايه بيتيوتري تيومر او بيتيوتري ايه جرانيولوما. بعد كده بشوف بقى ايه بقيه الانفستيجيشن للحاجات اللي احنا قايلين عليها، عشان قلت ان انا هيبقى عندي مثلا ايه هايبوجلايسيميا اي بي جي، هي دي الحاجات الباقيه، مثلا عندي ايه تاكيكارديا زي ما قلنا، فدي بقيه الحاجات بقى ان انا تشيك فور هايبوجلايسيميا زي ما قلنا، هنلاقي ان الصوديوم قليل والبوتاسيوم زايد عشان ناقص الالدوستيرون. تمام، الاي سي جي فور المانيفيستيشن اوف الايه الهايبر كاليميا برده، لان انا قلت لكم ان البوتاسيوم زيادته دي خطيره جدا وممكن تعمل لي فيتال اريزميا. هنعمل ارتيريال بليد جاز عشان نشوف الميتابوليك اسيدوزيس، يعني بالاخر اللي باقيين عشان نشوف الايه الكلينيكال بيكتشرز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بسبب نقص الايه الالدوستيرون مع زياده الكورتيزون. طيب بعد كده هتكلم على التريتمنت. في التريتمنت طبعا هنرجع للسبب عشان اعرف هعالج بايه. السبب ان انا عندي نقص كورتيزون نقص الدوستيرون، فبالعقل هدي ريبليسمنت ثيرابي، هدي هرمونات بدل اللي ناقص عندي دي، يعني انا ما عنديش اي. وطبعا لو في تيومر او في ميتاستاسيس من اي حته لازم ده يتعالج مع ده وفي وضع الاعتبار، ولكن انا بتكلم ان انا مثلا عالجت السبب الاولاني، فانا عايز اعالج بقى الديفكت اللي حصل عندي ده، فهدي ايه، هدي ريبليسمنت ثيرابي. تمام، طيب هتلاقي الدنيا معقده شويه في الدوزز وادي كم مره ومش عارفه ايه في التريتمنت، بس يعني هم ان شاء الله يعني بيجي عاده اسئله على الادويه نفسها، الجرامات وكده مش بتيجي كتير، بس برضو اعرفوها للعلم. يعني انا افتكر قبل كده جالنا في الامتحان دوز لدواء بديها ايه. تمام، فادويه الكورتيزون عندنا هي عباره عن ايه، اول حاجه هدي هيدروكورتيزون، هدي 15 ملي جرام الساعه 8 الصبح. تمام، طبعا انا بدي كورتيزون للصبح عشان زي ما الكورتيزون طبيعته ان هو بيطلع بكميه كبيره الصبح، فانا لازم اديه الصبح عشان يتوافق مع طبيعه الجسم يعني. وبعد كده ممكن ادي بريدينيزون 5 ملي جرام برضو الساعه 8 الصبح، او ديكساميثازون نص ملي جرام الساعه 8 الصبح. احنا مرتبهم كده عشان تحفظوا بسرعه، يعني الهيدروكورتيزون ده اكبر كبير العيله، فهدي منه كميه كبيره 15 ملي جرام. تمام، اللي بعده البريدينيزون ايه بقى 5 بس شيلت ال 10 خالص. تمام، بعد كده الخمسه دي بقت نص، يعني اللي هو حطيت جنبها يعني 0.5 يعني فعشان افتكرها، يعني الارقام تترتب معانا ان 15 بقت 5 بقت نص. تمام، ده كان اول حاجه كبير العيله الهيدروكورتيزون، بعد كده خص صغير البريدينيزون، بعد كده اخوهم الصغير خالص الديكساميثازون. تمام، وكلهم بديهم الساعه 8 الصبح ليه، علشان يبقى متوافق مع الايه مع الطبيعه بتاع الجسم في افراز الكورتيزون، اصلا هو بيفرزه بكميه اكبر الصبح. طيب ده عشان نقص الكورتيزون. طيب هنيجي نفكر، طيب بالنسبه لنقص الالدوستيرون هندي بقى الايه الفلودروكورتيزون. الفلودروكورتيزون ده بيعالج نقص الكورتيزون مع اللي هو الالدوستيرون، هو يعني بيشتغل على الناحيتين يعني. بدي منه من 1/10 ل 3/10 ملي جرام، وفي الفيميل بضيف معاه اللي هو اللي احنا بنسميه دهيه اللي هو الديهايدرو اي بي اندروستيرون، اللي كان دايما في دكتور بيقول عليه الدهيه، يعني الدهيه ده بندي بس مع الفيميلز. تمام، بندي من 25 ل 50 ملي جرام. ليه بقى بندي الدهيه ده او اللي هو عباره عن الديهايدرو اي بي اندروستيرون؟ علشان تو امبروف الماسكولاتشر اند باور، عشان يحسن الوضع بتاع الجسم وقوته يعني في حاله نقص الكورتيزون. تمام، فده كان التريتمنت بتاعنا، وبعتذر لو طولت، بس يا رب ان شاء الله يعني حاولت اسهل الموضوع بقدر الامكان وما ياخدش وقت في المذاكره باذن الله.